تكتبلي كابل بلازما. الجهاز مسؤول عن تحليل العناصر الاليمنتس. This instrument we use it for elements analysis. Elements. Not organic. Only elements. هنا جهاز متكون من كذا حاجة. عندنا السوفت وير يقدر يخلينا نعرف. في عندنا انترلوكس. الانترلوكس دي التورش كومبارتمنت أول واحد. التورش كومبارتمنت ده اللي هو الجزء ده اللي فيه البلازما بتشتغل جوه. لو انا فتحت الباب ده فجأة اللي هيحصل ان التورش كومبارتمنت ده هيبقى لونه احمر. فالانترلوك ده معناه انه مش شغال. فانا دلوقتي هطفي البلازما. اول واحد الطرش ده لو لونه احمر يبقى ده معناه ان الباب ده مفتوح. تمام. اللي بعد البلازما جاز بريشر واضحه ان هي تبع الغاز. الغاز اللي احنا بنستخدمه هنا سواء للبلازما او للبرش اللي هو الارجون. تالت واحد البيرج جاز بريشر لو نيتروجين. لو انا موصل السلندر للنيتروجين ده البلازما بيرج او البيرج جاز بريشر. ففي الحاله دي انا بستخدم الاثنين ارجون فبالتالي برضو مسؤول منه الارجون. رابع حاجه الديتكتو ووتر فلو ده التشيلر. تشيلر زي التكييف زي الاي سي مسؤول عن تبريد الاوبتكس اللي جوه الجهاز. اوكي دلوقتي اول التشيلر ده مسؤول عن الديتكتور ووتر فلو. في ديتكشن للووتر فلو في ظهر الجهاز من الجنب ده عشان يتاكد ان في فلو موجود ولا لا. ده مش معناه الديتكتور الاخير ده ديتكتور للفلو بس. وهنا مسؤول ديتكتور تمبريتشر. الديتكتور تمبريتشر اللي هو بيتكلم عنها اللي هو الاخر الديتكتور اللي هو ده الديتكتور موجود في الجزء ده. يبقى ده الجزء الخاص بالتشيلر. التشيلر بشغله اول ما باجي ابدا شغل يعني مش شرط ان انا اشغله قبل الجهاز قبل ما اشتغل بساعه مثلا. لا خلاص انا حضرت عيناتي والاستاندرات اشغل التشيلر. اوكي توصيلات التشيلر الاثنين دول الاسود والازرق. ماشي دي الان الازرق هو الان اللي هو الاوت هنا البلو ان ان ذا انسترومنت اند اوت ان ذا تشيلر. اوكي البلاك هي الان هي الاوت من الانسترومنت وهي الان في التشيلر هي سايكليشن. تمام المفروض التمبريتشر اللي انا بشتغل عليها 20 تبريد. التشيلر ده متظبط عليه ان هو يبرد لغايه 20 درجه. طبعا درجه حراره البلازما 7000 كلفن يعني تقريبا نفس الدرجه بالسيليزيوس. ودرجه الحراره بتاعه الديتكتور يعني 200 تقريبا 250 هو المفروض يبردها لغايه ماينس 39. فالفلو السريع مع اللي هو الميه البارده اللي طالعه من هنا هي المسؤوله عن تبريد اللاين هنا ومسؤوله عن تبريد البلازما من الكويل. لو تشوف هنا في كويل الكويل اللي هو ملفوف حوالين التورش. ماشي
اخر حاجه عندي، عندي هنا حاجتين كمان، الدرين، الدرين فلو، الدرين فلو هنا الحته دي، الفلو في هنا ديتكتور عشان يشوف الدرين وهو نقطه نقطه بتعدي. دايما احنا بنشيله من الاعدادات مش بسيبه شغال لانه هيوقف لي البلازما كل شويه. لو مفيش فلو مظبوط كل مره البلازما هتقف. So we disabled drain flow from the software. You don't care about this. بعد كده الاكزوست، الاكزوست بيشتغل من الزرار اللي هو البنقل البيضة الاكزوست ماشي. الراديال بتاعنا، الاكزوست بتاع الراديال المفروض يبقى السرعة بتاعته مش اقل من 8 متر بير سكند. الشفط، قوة الشفط لو هو اقل من كده مش هيبقى اون، يعني مش هتلاقي الانترلوك بتاعه بقى لونه اكتر. يبقى انا بعتمد على كل انترلوك هنا هو هنا بيبث ايه. تمام. بعد كده الديتكتور تمبريتشر ده مسؤول من ايه؟ التشيلر. اخر حاجه الاوبتكس تمبريتشر دي مسؤوله من الغاز. اوكي، في تو تمبريتشر، الديتكتور وده من الميه، والاوبتكس مسؤوله منها الغاز. الغاز لو اوف هتلاقي الاوبتكس تمبريتشر احمر، تمام، وهتلاقي البلازما جاز احمر، البرج جاز احمر، هتلاقي الثلاثه الاثنين دول مع الاوبتكس تمبريتشر احمر. تمام. يبقى كل حاجه هنا متوصله بحاجه جوه الجهاز. الحاجه المهمه اللي عندي هنا، هنا شايفين ده لما بيجي يفتح ويقفل في هنا لوك لازم يدخل في المكان ده. لو انا قفلت كده انا هو خلاص، هو يعني هو الباب قفل بس ما عملش لوك ماشي. ماشي. دلوقتي هو لسه مو قفل لان السنسور موجود جوه اللوك اللي جوه مش في الباب نفسه، فلازم اقفله كده. تمام. في ساعات كتير لو في تراب على طول وفي مشاكل اللوك بيقفل ولسه بيديني ان في مشكله. يبقى انا لازم اخد بالي من الموضوع ده، ان دايما اكون حافظ الجهاز من التراب ومن يعني بالذات اللوك السنسور اللي هنا ده. تمام. الاكزوست هنا هتلاقي فيه انبوب دائري كده طالع من هنا، ده السنسور بتاع الاكزوست. لو في تراب مع يعني في اماكن التراب مع تراكم الزيوت من الشغل اللي حواليه سد السنسور، فالاكزوست اللي انت بتقيسه مظبوط وهو هنا احمر، فلازم بابره تسلك المدخل بتاع الاكزوست بتاع السنسور. اوكي. من اهم الحاجات اللي في الجهاز السامبل انترودكشن سيستم، السامبل انترودكشن سيستم اللي هي من اول اللاينز دي لغايه التورش. الانسرت تيوب ودي التورش وده التورش هولدر ودي السنتر تيوب وده السنتر تيوب هولدر. هتلاقي في كيت عندك تاني هنا مقفولة خالص مش مفتوحة بكده، دي بتاع الأورجانيك، الكلام ده كله متغير فيه، أنواع تانية ودايمتر تاني. والتورش بتاع الأورجانيك سيراميك مش كوارتز، ده كوارتز تاني سيراميك. لما باجي أركب التورش
هتلاقي هنا في علامه زي علامه النشان كده اللي هي اللون احمر في النص دي بتيجي في المكان ده. والاثنين دول لو انت ثبتت دي في المكان ده اوتوماتيك الفتحتين دول هيدخلوا مكان الدايرتين دول. الدايرتين دول مكانهم اللي هو الغاز الاخضر والازرق، واحد بتاع البلازما وواحد بتاع البيرج، بس انا عشان عندي هو غاز واحد فالاثنين في نفس المكان. فانا لازم لما اجي اركب اتاكد ان هو في المنتصف بالظبط بتاع النص دايره دي، نص قوس. اوكي، معناه ان هو يعني خلاص هو ما فيش اكتر من كده مكان، معناه كده ان هو على فتحتين دول بالظبط. ماشي، دي اللي هي السنتر تيوب هنلفها عادي. تمام، اوكي. الجهاز بتاعنا هنا راديال، يعني البلازما جايه من تحت الجهاز في اكسيال او بنقول عليه ديو. الديو بيبقى اكسيال وراديال الاثنين مع بعض في نفس الوقت، بس بيكون فتحته من هنا مش من هنا، بتبقى دي مقفوله ودي اللي مقفوله. علشان اركب دي الشكل ده بيبقى هو اللي في الامام، يعني هو المقابل ليا من هنا، فلازم الفه شويه وبعد كده بقفل بعمل لوك. هاجي هنا مثلا كده، شايف ده اللي هي الفتحه اللي هنا دي من هنا، واقوم لافف. لما لفها الزرار الاحمر ده هيطلع لبره، خلاص هو كده معمول له لوك. لو انا شديت مش هيتشد. والف يمين، ادك على الزرار الاحمر والف يمين هتنزل معايا. اوكي، اتاكد ان هي في وسط الكويل. ان شاء الله لما تشتغل قدام اكتر هتعرف ان كونها في الوسط بتاع الكويل هتفرق تماما في الشغل. هتفرق لو الكويل لمسها شويه مش هيشتغل بلازما. هو في مجال اصلا ان هي الكويل بيتحرك. تمام، عادي بيتحرك عادي. ممكن انت تكون مثلا بتفك عايز تنظف وركب ما ظبطتش، فيبقى ايه دي حاجه في الدايجنوستكس اللي هتبص عليها بعدين، يعني مش دلوقتي. بعد كده عندي حاجه مهمه جدا اسمها سبراي تشامبر. سبراي تشامبر زي ما انتم شايفين دي كوارتز، في واحده تانية اللي هي بيقولوا عليها هاي سوليد، بيبقى ليها انبوب داخلي كده من هنا لتحت، دي للاورجانكس. الحاجات اللي هي فيها اورجانيك عالي يعني دي اكواس، في كتل الاكواس وفي كتل الاورجانيك، يعني اللي هي يكون فيها اتش اف اتش سي ال. في بعض المواد ما بتدوبش في النيتريك، لازم لها اكوا ريجيا او اتش اف او اتش سي ال. فلو الحاجات دي اورجانيك سولفنت زي ما هي مش اكوا سولفنت زي اللي احنا الله ينور عليك، فدي تبوش ده هتاكلها على طول. ولذلك فاحنا بنستخدم ان هو هطلع الكرتونه دلوقتي، في عندكم سيراميك عايزين بس نطلع الحاجات دي عشان تبقى ايه. تمام، بس هي معظم الابلكيشن بتبقى هناك. فده شكل الطرش. الطرش عندي هنا ده المدخل بتاع العينه وده المخرج بتاع الويست. مدخل العينه ومخرج الويست، المدخل العينه عن طريق حاجه اسمها نيبولايزر اللي هو ده. ده النيبولايزر. ما
مدخل العينة من هنا ومدخل الغاز من هنا. النبولايزر يعني بيدخل عليه نبولايزنج غاز علشان يعمل سبراي على العينة يعني بيخبط العينة يحولها الرذاذ، وبعد كده مع الشخط بتاع البلازما تبدأ تطلعه لفوق. احنا بنوصله هنا المدخل اللي فوق ده، ده مدخل النبلايزنج جاز اللي هو الارجون. في عندي تي كونكشن 4 ملي، ساعات مع الشغل بتبوظ لو مفيش سبير بتلاقيها في السوق اللي هي ال 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 البوش فيتنج اللي بتوصل بتلاقي البلازما ما بتشتغلش عشان في تسريب. التسريب بيجي من هنا، من دي الحواف بتاعتها بدأت تتكسر من النيترو. مع الشغل هتلاقي هتشوف العجب مع النيترو كسر ده. بس تركيبها بسيط خالص. دي موجودة في بتوع قطع الرياض، يعني في الرياض موجودة في شارع الريل. بشتري منها يعني على طول. او اي فيتنج يعني، حتى الفيتنج بتاع الميه اللي داخل جوه الجهاز التشيلر 12 ملي ونص انش، يعني نص انش جوه التشيلر و12 ملي حجم، يعني دي 12 ملي الانبوبه دي 12 ملي. فلما تشتري لها بوش فيتنج بيبقى 12 ملي عشان يشتغل عليه. تفتكر ان الاحمر حتى لو اتقطع اللي هو جاي من العينة. هيركب هنا. تمام. وعندي هنا الويست بيركب هنا. هو كده السامبل والويست، السامبل بيخش في نفس السبراي شامبل. السامبل بتدخل على النبلايزر، بتدخل هنا بالقوة بتاع البلازما بتاع الشفط، بتشفط الاسامبل، الباقي منها بينزل في الويست. فحتى لما نيجي نعمل كاليبريشن مثلا، يعني عشان نبقى فاهمين يعني ايه كاليبريشن، في كاليبريشن للجهاز وفي كاليبريشن للابلكيشن. الكاليبريشن بتاع الابلكيشن اللي انتوا حضرته ستاندرد النهارده، الستاندرد دي كاليبريشن للابلكيشن، كاليبريشن للجهاز نفسه عن طريق السوليوشنز دي. هما ده كاليبريشن للجهاز. فانا عاده يعني لما بعمل كاليبريشن للجهاز بستخدم السوليوشن ده، بعد فتره لما يكون في سايكل كامل عمل بقوم مطلع الويست احطه في الكاليبريشن تاني، لان هو ما بيتعرضش الحراره علشان يفقد التواصل. ده زي ما بيطلع زي ما بيطلع. فخلاص برجعه تاني عشان ما نفقدش منه كمية. وصلت دي. في اللي هو الهولدر ده عشان يمسكهم الاثنين مع بعض. خلاص انا كده وصلت. نيجي على اهم خطوة. البمب. الريسلاتيك بامب دي بتشتغل كاونتر كلوك وايز، عكس عقارب الساعة. فهي لو انا شغلتها دلوقتي البامب بتلف كده، انا السامبل عندي جاي من هنا، فلما تلف كده فلوجيك صحيح الكلام مظبوط. لما هي بتيجي من اليمين لليسار هي بتلف، فده المدخل وده المخرج اللي هو داخل على السم. طيب لو انا عايز اطلع الويست، الويست جاي من هنا العكس، العكس يبقى لازم الفه علشان يجي من اليمين لليسار، اليسار بتاعه نازل لتحت. تمام. يبقى ناخد بالي الاثنين عكس بعض، السامبل من اليمين لليسار
والويست بجيبه الويست بجيبه من اليسار الفه اليمين ويطلع يسار. طب انا كده معدل كل السامبل معدل كل الويست صح. الجهاز ياخد ايه؟ الجهاز بياخد تريسز بس تمام. لو انا جيت عملت ابلاي مش هيعمل، لازم اضغط مكان تاني وبعد كده اعمل ابلاي. خلاص كده الجزء الخاص بالجهاز دي اهم حاجه، لازم تكون بعد ما اخلص شغلي تتغسل كويس. اي حاجه فيها يعني اي حاجه جلاس اقدر اغسلها اعمل لها سوليكيشن، اقدر ان انا احطها في فرن بحيث ان هي تبقى جافه. تتغسل دي اي عادي مش ميه وصابون، دي اي عادي. اهم حاجه الطرش والتيوب دي ما يكونش فيهم تريسز ميه ابدا، لو كان فيهم مش هشتغل البلازما دي عادي، لان ده طبيعي ان هو هيدخل سامبل فعادي مش مشكله. لكن الجلاس تيوب دي مع الطرش مع السنتر تيوب لازم تكون جاف. اوكي هاجي بعد كده السوفت وير عندي جاهز، كل الانترلوكس تمام ما عنديش اي مشكله. عندي بقى في كونفيجريشنز في السوفت وير، السوفت وير هنا انا عندي اوتو سامبلر ما اتكلمناش عنه احنا لغايه دلوقتي، واقدر اشتغل مانوال. اشتغلت اوتو سامبلر او اشتغلت مانوال لازم اغير الكونفيجريشن في السوفت وير. انا غيرته لك بس انت محتاج ان انت كل مره تقول له خلاص. انا عامل ثلاثة كونفيجريشن، اول واحد امتي ده خاص بالسيرفيس، لما اجي اعمل سيرفيس على الجهاز بستخدم سوفت وير تاني خالص غير دول، فلازم اكون مأكتف اللي هي الامتي. تاني واحد اللي هي الاوتو ساملر، والاوتو ساملر انا معرف فيه اللي هو الـ ASX 220 ده. الأخير اللي هو المانوال اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. فأنا مختار المانوال، بعد كده هبدأ أشغل البلازما. أقدر أقول له أعمل وورم أب أو ما أعملش، هو خلاص يعني البلازما تكون شغالة. اهم حاجه عندي بعض الاوقات لو انا عايز اشتغل بشكل بروفيشنال لازم اتاكد ان الكاربو لاين اللي هي المين اليمنتس اللي انا بقيس عليه كفاءه الجهاز، عشان الجهاز ده يكون كفء للقياس يكون دقيق لازم الكاربو لاين اللي هي عند 193 نانومتر اللي هي الويف لينث بتاع الكربون بيقيس عندها الاكس والواي. الاكس والواي المفروض لا يزيد عن 3 ولا يقل عن ماينس 3. طول ما انا في الرينج ده انا في السيف سايد، انا شغلي مظبوط والجهاز عندي شغال كويس. علشان اعمل الموضوع ده باي سوليوشن موجود عندي اقدر اعمل سبكتروفوتومتر اوبتمايزيشن. لو ضغطت هنا البمبه هتقف وهيحرك ال تسمع صوت الاوبتكس بتتحرك جوه علشان يقيس الكربون لاين فين، عشان يقول لي الانديكيشن بتاع القياس. اول ما يخلص البامب هتشتغل لوحدها، وبعد كده هيجي لي رساله تحت يقول لي الكربون لاين بتاعتك فين.
احنا رجعنا مرة واحدة دلوقتي عشان تعرفوا يعني ايه معنى الموضوع. امتى الكربو لاين تتحرك؟ لو الجهاز اتحرك. الكربو لاين فين؟ ال X 0.3 وال Y 0.2. يعني لو انا بعمل اللاين مش هعرف اوصلها اصلا للدرجة دي. فده معناه ان الجهاز ممتاز، ما عنديش اي مشاكل، اقدر اشتغل عليه واخد منه النتائج مظبوطه 100%. ماشي. طيب دلوقتي انا شغلت البلازما، الدنيا عندي ماشيه ممتاز. اهم حاجه اتاكد ان الويست شغال كويس عشان ما يعملش المشكله اللي حصلت من شويه ان السبراي تشامبر اتملت ميه. فده دي مشكله، ده عيب في اللي انا عملته، ده عيب شغلي. ده معناه ايه؟ ان اللاين ده مش مضغوط عليه صح. يعني شايف اللاين ده لازم اضغط عليه لغايه ما اشوف الاير بابلز طالعه كده. اضغط عليه ازاي بقى؟ معلش ده مش ده، لا بوش بيضغط على اللوكر كده، بيضغط على بيضغط على الماسك. اللوك ده لازم افضل الف فيه لغايه ما اشوف السامبل الويست طالع كده. غير كده هتلاقي سبريت شامبر بدات تتملت زي ما كانت مليانه شويه. المفروض لما اضغط عليه الوسط الفلو بتاعه هيقل. لا العكس، هنا العكس. لو انا ما ضغطتش، لو انا شلت دلوقتي مش هتشوف اصلا حاجه معديه، مش هيكون عارف فيه حاجه، لان هو كل ما تضغط عليه كل ما قوه الشفط بتزيد، لان هو بيشفط طبقا للجاذبيه. يعني هو هنا دلوقتي شغال على الجاذبيه مش شغال على الشفط العادي. لو انا فكيت مش هيشفط خالص. تمام. طيب كده خلصنا جزء الهاردوير. في حد عنده اي استفسار؟ اي استفسار في حاجه؟ تمام. الديتكتور عباره عن ايه وشغال ازاي؟ الديتكتور عباره عن كاميرا، احنا بنقول عليه كاميرا. هوريك فيديو للديتكتور على اللابتوب. الكاميرا يا شيبس عبارة عن بيقيس زي هنتكلم في موضوع تاني خالص. في موضوع يعني مش هي مش فوتو ريكت سير ولا حاجة. شوف، هي الديتكتور هي سيليكون شيبس. تمام ماشي. بتقيس زي الاميشن، زي يعني نفس فكره الاميشن بتاع كل اليمنتس في البلازما، الفيزبل واليو في ويف لينسز. فالمفروض كل اليمنت ليه ويف لينس معين. الديتكتور ده بيغطي الجزء بتاع اليو في وبتاع الفيزبل، بس بيبقى شكله في الفراغ اليو في فوق والفيزبل تحت. تمام. وبيبقى شكل بيقولوا عليه فول فريم. يعني هي كاميرا كاميرا نفس فكره الكاميرا، بس لما تيجي تقيس بتقيس حاجه اسمها فول فريم. الفول فريم السوفت وير ده مش بيجيبه، السوفت وير السيرفيس هو اللي بيجيبه، اللي هو في سوفت وير تاني يعني جانبي. بس الناس كانت زمان بتهتم بالفول فريم عشان يشوف شكل الاليمنتس عامل ازاي، لكن دلوقتي الاهتمام الاكبر هو الكونسنتريشن بتاع الاليمنتس. تمام. فالسوفت وير بتاع كيوتجرا بيوفر الخاصيه دي. يعني هي تطوير فكره الفليم فوتومتر بس على اعلى شويه. الفليم يعني قديم شويه. ممكن الاتوميك بعد كده. وبعد الاتوميك الاي سي تي.